السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا إخواني أخواتي في طريقة جديدة للربح. إن شاء الله اليوم سأقوم بشرح طريقة جيدة للربح من الإنترنت للمبتدئين. لا تحتاج أي جهد، ستحصل على $20 يوميا بمنشور واحد فقط أوتوماتيكيا. تقوم بالعمل لمدة معينة ثم كل شيء أوتوماتيكي. قبل بداية الشرح أرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، أيضا إيصال الفيديو إلى 500 لايك يستفيد الجميع. هذا الفيديو لا يحتاج أي خبرة ولا أي جهد، فقط منشور واحد يكفي في اليوم. أيضا تحقيق الأرباح أوتوماتيكي باستخدام خدمة الجيميل، وأيضا اختيار مجال معين، أنت حر في اختيار المجال الذي تعمل عليه. أول شيء المواقع الذي نعمل عليها هي مواقع اختصابت، ولكن طريقة لم تشرح من قبل. تستطيع العمل بهذا الموقع. أنا اخترت 4 مواقع للعمل عليها. هذا الموقع سحبت منه، وأيضا هذا الموقع كما تشاهدون مشهور. أيضا تم زيادة السي بي ام. لمن لا يعرف السي بي ام، فالسي بي ام هي عدد أو الربح كل 1000 ظهور، كل 1000 ضغطة للرابط الخاص بك. هذا الموقع سحبت منه أكثر من $100. أيضا هذا الموقع فهو من المواقع الأجنبية المشهورة، والموقع الذي أنصحكم به للعمل به هذا الموقع، لأنه يقدم بونس ب$1 عند الاشتراك. هنا شاهد كل 10,000 زيارة تستطيع الحصول على $220 حسب الضغطات، وعند التسجيل يقدم لك بونس. هذا الموقع طريقة تسجيل سهلة في كل مواقع. تضغط على سين اب، ادخال اليوزر نيم الايميل باسورد وعيادة الباسورد ثم التعليم هنا، وانت فتحت حساب. بعدها تفعيل الايميل الخاص بك، ثم ندخل الى الحساب الخاص بنا. هنا سأريكم فقط إثبات سحب في هذا الموقع. سحبت منه $5 تحصلت عليها في باي بال خاص بي. سأريكم الاستراتيجية التي تابعتها. هنا لتعديد المعلومات السحب الخاص بك فقط اضغط على بروفايل هنا وتقوم بالتعديل. أيضا هذا الموقع، فهذا الموقع تحسن إخواني. نشاهد سي بي ام جيتس يو ار ال من أشهر المواقع، تضغط هنا. وشاهد إخواني سنريك السي بي ام. هنا السي بي ام يبدأ من $11 دول أوروبية كما تشاهدون ألبانيا وأرمينيا، وأيضا دول عربية هنا البحرين والكويت وعمان $8 كل 1000 ظهور، وإمارات العربية $5، والجزائر ومصر $3.5. هنا أضغط على الدخول لحساب. نشاهد السحوبات التي قمت بسحبها من هذا الموقع. هناك ما تشاهدون واجهة الحساب، وشاهد السي بي ام يصل الى 3.56 للدول العربية فقط. السحوبات ستجدها هنا، تضغط هنا، عفوا هنا. كما تشاهدون لدي رصيد 4.39. ادنى حد للسحب هنا $5، وهنا في هذا الموقع $3. بالنسبة للباير والباي بال $5. هنا شاهد سحبت بعض السحوبات $50 هنا، $15، $7، $5، $6، أكثر من $100. نعود إلى هذا الموقع السي بي ام إخواني. هنا طريق جيل كلها متشابهة. هنا مينيموم باي أوت، أدنى حد للسحب هو $3 ويدفع يوميا. أيضا باي بال الواب موني، باير بيتكوين، بايسيرا، كل طرق الدفع متوفرة. أيضا بنك ترانسفير. وهنا شاهد سي بي ام هنا يصل إلى $20، أيضا $13. هنا كما تشاهدون أيضا هذا سي بي ام إخواني مرتفع جدا لكل دول. أضاف سي بي ام لكل دول
العالم 3.2، وهذا شيء جيد. نحن سنستهدف دول كندا وأمريكا، وهنا الموقع الذي شرحته، سنضغط على باي أوت رات. شاهد، عند تشيل تحصل على 1 دولار، أدنى حد للسحب 5 دولار. وهذه المواقع إخواني من أصدق المواقع العالمية، والدفع يكون يوميا، وأيضا كل طرق متوفرة. هنا شاهد يصل إلى 22 دولار، يونايتد ستيتس 7 دولار، و بلجيكا 7.5 دولار، 16 دولار لإيرلندا، أيضا دول كل دول العالم 2.5 دولار. وأنت حر في اختيار الموقع الذي تشتغل عليه. أنا سأترك لكم جميع روابط هذه المواقع. مثلا اليوم سنعمل على موقع، هذا الموقع إخواني لدي حساب فيه. أضغط على الدخول. أنا إخواني أشتغل على هذا الموقع وهذا الموقع، وأيضا هذا الموقع سأقوم بتجربته كما تشاهدون. هنا هذا الموقع أيضا توجد فيه بعض المعلومات لمن يريد شرحه في اليوتيوب وتقديم الفيديو الخاص به، ولكن شرط أن يكون بالإنجليزية. سيتحصل على بعض الأرباح. هناك ما تشاهدون، نحن سنقوم بالعمل بطريقة احترافية. نستهدف الدول الأجنبية ذات سي بي ام مرتفع. كيف سنفعل؟ أول شيء إخواني، كيف سنقوم بتحقيق الأرباح أوتوماتيكيا؟ أنت هنا قبل تحقيق الأرباح أوتوماتيكيا يجب عليك اختيار مجال معين والعمل عليه. مثلا بالنسبة للأجانب يهتمون بإنقاص الوزن، أو مثلا عند العرب تطبيقات خاصة بمشاهدة أفلام، تطبيقات خاصة بمشاهدة المباريات، يعني البرامج أو إنقاص الوزن. نحن سنستهدف نيتش إنقاص الوزن، وذلك بطريقة خرافية. مثلا شاهد، أنت تتوجه إلى جوجل تراديكسيو وتشاهد هذه الكتابة التي قمت بوضعها فقط لكي يكون الشرح مفهوم. هنا نحن سنقدم 5 كتب مجانية، سيستفيد منها معظم الأشخاص الذين يقومون بتحميلها. ولكن للحصول على الكتب يجب عليه مراسلتنا في الإيميل. نقدم لهم الكتب إخواني، روابط الكتب في مجلد. كيف سنقوم بعمل هذا المجلد وكيف سنختصر الروابط؟ تابع معي كيف سنقوم بالعمل. كما تشاهدون إخواني، سأترك لكم أكبر المواقع التي تعطي لك خدمة الكتب المجانية والمهمة. مثلا فري بي ال ار داونلود أو بي ال ار مي داونلود، تأخذ كتب مجانية فقط، تقوم بكتابة مثلا هنا لوز ويت، تضغط على أوكي، أو تأتي إلى فري بي ال ار وتضغط هنا في خانة البحث، تضغط على لوز ويت، تختار 5 كتب أو 3 كتب أو أي شيء تريده. أنا فقط مثلا سأحمل فات لوز هذا الكتاب. وهنا شاهد، هنا يظهر لك الكثير الكثير من الكتب، أيضا تستطيع تحميلها كما تشاهدون. هذا الموقع يقدم خدمة مجانية وخدمة مدفوعة كما تشاهدون. أنت استفد من الخدمة المجانية. أيضا سأترك لك مجموعة مواقع لتحميل كل الكتب مجانا. هنا مثلا هذا الكتاب، سأضغط على تحميل، قم بتحميل كتاب فقط. وأنت تستطيع مثلا تحميل 5 كتب أو 6 كتب وتقدمها للأشخاص، تحملها لمرة واحدة فقط إخواني. هنا كما تشاهدون هذا هو الكتاب الخاص بنا. اضغط على اكستراكت. هذا هو الكتاب كما تشاهدون خاص بنا. كوبي اي، اضعه في سطح المكتب كما تشاهدون. الان لدينا الكتاب، مثلا لدينا 5 كتب، نقوم بتحميلها مثلا في جوجل درايف، او تستطيع استخدام موقع رفع ملفات للربح من طريقتين، من رفع الملفات واختصار الروابط. لكن إخواني اليوم نحن سنقوم ب
العمل فقط على جوجل مثلا درايف لكي الشخص لا يمل من التحميل. أضغط على تحميل ملف وهنا أختار الكتاب. هكذا أقوم بتحميل كل كتب إخواني. هذا هو الكتاب، 5 كتب. هنا تم تحميل، أضغط على الكتاب ثم آتي إلى هذه الـ3 نقاط، أضغط عليها وأضغط على مشاركة ثم أضغط على الحصول على الرابط ثم أضغط على نسخ. وهنا إخواني عفوا أضغط على أي مستخدم لديه الرابط هنا كما تشاهدون، وأضغط على نسخ الرابط. تم. أقوم بفتح بلوك نوت. هذا هو رابط الكتاب إخواني، سنختصره فيما بعد. ماذا أفعل إخواني؟ أول شيء مثلا أتي إلى بوك، أقوم بكتابة إيبوك شاهد أخي. هنا فقط قمت بإيقاف الفيديو لأقوم بكتابة نوت باد كما تشاهدون. هذه ايبوك نمبر 1، ايبوك نمبر 2، وهكذا إخواني. قمت بالضغط كتابة هذه الجملة داونلود فروم هير. وهنا الرابط الكتاب رقم 1، رابط الكتاب رقم 2. أنت تقوم بتحميل 5 كتب أو 6 كتب، كلما أكثرت الكتب كلما كانت نسبة الضغطات كثيرة. بعد الانتهاء من هذه الصفحة سنحتاجها فيما بعد. الآن ماذا سنفعل؟ سنتوجه مباشرة إلى اختصارها في أحد المواقع، سواء هذا الموقع الذي سحبت منه فهو صادق وقديم، أيضا هذا الموقع من أصدق المواقع. أي شخص حر في اختيار الموقع الذي يربح منه. هنا مثلا هذا الموقع أيضا إخواني موقع خرافي، وأيضا لمن يريد الحصول على بونيس في بداية الأمر سأترك لكم الرابط كما تشاهدون، وتبدأ الشغل في هذه المواقع الكبيرة. مثلا نحن سنشتغل على هذا الموقع. أقوم بأخذ هذا الرابط كما تشاهدون، كوبي، أقوم بوضعه هنا بيست، ثم أضغط على شورتن كما تشاهدون. هنا تستطيع مثلا أخي أضغط مرة أخرى لأريك، تستطيع العمل باحترافية. تضغط على نيو لينك شورتن، وهنا مثلا ويت لوس. قم بكتابته هنا. ايبوك. تضغط على شورتن. لكي يقوم بتغيير الرابط فقط شاهد هنا، لكي يظهر الرابط احترافي أقوم بنسخه من هنا أو من هنا، كوبي، أعود إلى هذه النوت باد، أضغط على كول هنا. هذا هو الرابط الذي نربح منه. وهكذا إخواني سأقوم فقط نسخ هذا الرابط وإعادة تكرير العملية كما تشاهدون. أيضا أقوم بوضع الرابط هنا بيست، وأضغط على مثلا هنا أضيف رقم فقط، وأضغط على شورتن شاهد الرابط، أضغط على كوبي، أقوم بنسخها هنا كما تشاهدون. وهكذا إخواني انتهينا الآن إخواني من اختصار الروابط. المرحلة القادمة ما هي؟ نتوجه مباشرة إلى الجيميل. تقوم بإنشاء جيميل جديد أو جيميل الذي يكون لديك. فقط طريقة فتح جيميل سهلة. هنا للملاحظة شاهد إخواني هذا هي الدفعة التي أتتني من موقع إكس إيون. هنا كما تشاهدون تحصلت على هذا رقم الدفعة.
الآن ماذا سنفعل إخواني عند فتح جيميل؟ ماذا تفعل؟ تضغط على هذه الأيقونة ثم تأتي إلى Say All Setting، تنزل إلى الأسفل إخواني، ستجد هنا Out Office Auto Reply، تقوم بتعليم هذا الخيار هنا Off هنا On، أضغط على On وهنا أقوم بكتابة مثلا The Best Free E-book to lose weight. خمس أفضل خمس كتب لإنقاص الوزن. ماذا أفعل؟ أقوم بنسخ هذه النوت باد وأقوم بوضعها هنا. كولي هنا فقط، تقوم بالتعديل لكي يظهر بشكل احترافي. استطيع التعديل، شاهد كيف سنقوم بالتعديل. اول شيء اخواني الرابط، اضغط على كوبي واقوم بوضعه هنا. هنا اضغط على اليو واقوم بوضع لينك. كولي اوكي. وهنا أقوم بتوسيط، أيضا تكبير بعض الخط كما شاهدون. جيد، هنا فقط نقوم بتكبير الخط بالضغط على هذا الخط لارج. هنا تستطيع التعديل، سأقوم بالتعديل فقط وأعود إليكم. فقط ما يهمنا هو مثلا نسخ الرابط كوبي، شاهد إخواني، وأقوم بوضعها هنا. ضغط على لينك وأضغط هنا كولي، شاهد هنا كما تشاهدون. هنا تستطيع التعديل مثلا حرف كبير هنا، وكما تعلمون سأقوم بالتعديل وأعود إليكم. كما تشاهدون إخواني بعد التعديل قمنا بوضع عنوان وقمنا بالتعديل، تستطيع التعديل كما تريد. الرابط هنا مباشرة بالضغط على هذه العلامة. أعلم أن في هذا الشرح إخواني الكثير من المبتدئين سيجدون أن الطريقة صعبة، لا تقلق، في الأخير سأختصر لك الطريقة، ستحتاج منك فقط 5 دقائق أو 10 دقائق على الأقل. هنا سأريك اختصار لهذه الطريقة في هذه الكلمات البسيطة، تابع فقط معي. انتهينا من عمل الرسالة الخاصة بالإيميل وفعلنا الخيار on كما تشاهدون هنا، تنزل إلى الأسفل تضغط على save change. هنا إخواني هذا هو الإيميل الذي سنحتاجه، فقط سأقوم بنسخه control C. الآن ماذا يبقى؟ يبقى شيء مهم وهو إنشاء، أننا سنروج إخواني كما تعودنا على الفيسبوك إخواني، سنقوم بالتوجه إلى جروبات فيسبوك، ننضم إلى المجال الذي تختاره سواء التطبيقات أو مثلا إنقاص الوزن، عفوا تقوم بكتابة في خانة البحث فقط ويت لوز، ونقوم ب عفوا دقيقة فقط ويت لوز، وتنضم إلى الجروبات كما تشاهدون. تستطيع اختيار هنا جروب، وشاهد إخواني هنا جروبات كثيرة أنا منضم إليها. أختار الجروب المتفاعل وأقوم بإنشاء بوست. طريقة إنشاء بوست تابع معي إخواني، أتوجه إلى موقع كانفا، الكثير يعرف موقع كانفا، وهنا أقوم بكتابة فقط مثلا فيسبوك، فيسبوك آت، فيسبوك آب، فيسبوك كوفر، بوست. أضغط هنا، أختار إحدى البوستات مثلا سأختار مثلا هذا الجيف واي، عفوا سأعود أختار شيء جيد.
الشيء المهم إخواني هو في البوست أو الصورة التي ستقوم بإنشائها في الفيسبوك. مثلا هذا البوست الخاص بفيسبوك، منشور فيسبوك. أول شيء نحن حملنا في بداية الفيديو الكتب الخمسة. مثلا هنا أنا في الشرح قمت بتحميل كتاب واحد فقط. لذا هنا شاهد إخواني هذا المواقع التي تحمل منها ستعطيك الكوفر. نحن سنحتاج كم عدد الكتب التي حملتها؟ 5، 6، 3، 4. تقوم بوضعها في موقع كانفا. مثلا هذا البوست سأقوم بالتعديل عليه. هنا مثلا get، أقوم بكتابة get free 5 مثلا، حسب عدد الكتب ebook. هنا سنضع مثلا weight loss fast مثلا بسرعة. وهنا لا أحتاجها، سأقوم بحذفها إخواني. هنا سأقوم بحذف، هنا أيضا، هنا سأقوم ب تكبير مثلا أو تبديل الخط لكي تظهر. أضغط على كيت، أيضا أحذف الإليمنت، لا أحتاجها إخواني. هنا فقط سأقوم بتكبير ويت، ويت لوس فاست. هنا الخط، لون الخط سأقوم بوضعه أسود جيد، تكبيرها هنا. وهنا اضغط على element او عفوا text، اضيف هنا مثلا كولي باست، اقوم بوضعها هنا get free ebook fast free ebook. هنا ساقوم باضافه ايضا text وتوجه الى جوجل تراديكسيو. هنا اخواني عفوا، اين هي جوجل؟ هنا اقوم بكتابه اول شيء للحصول على 5 كتب. عفوا هذه هي for thank free email me. هنا قمت فقط بكتابه للحصول على 5 كتب مجانيه لانقاص الوزن، راسلني على الايميل. هنا فقط تقوم باصلاح بعض الاخطاء على الإيميل. جيد، أضغط على كوبي، أقوم بوضعها في البوست هنا بوست. وهنا أستطيع إنقاص حجم الخط. بعد إصلاح كما تشاهدون وتعديل على الصورة قمت بوضع الإيميل كما تشاهدون. أيضا سنقوم بالتعديل، نستطيع وضع كلام هنا كما تشاهدون وتعديل الخط، أي شيء تريدونه تستطيعون التعديل عليها. النسخ مثلا من نسخ من هذه الترجمة التي قمنا بكتابتها. هنا أيضا إخواني تستطيعون التعديل على كما تشاهدون بالضغط على إيفكت والتعديل عليها، إضافة خلفية لكي تظهر الكتابة جيدا. تستطيعون العمل على كل هذه الآن نقوم بتحميل الكوفر أو الصورة الخاصة بالكتاب التي قمنا بتحميلها في بداية الأمر. فقط تقوم بالضغط على أبلود هنا، ثم تقوم بتحميل الكتاب من ديفايس. بعدها إخواني تقوم بالضغط على التحميلات التي قمنا بتحميلها، ثم نختار الكوفر. بعدها سنقوم بوضعه حسب عدد الكتب التي قمت بتحميلها، وتقوم بوضعها في أحد أماكن من الصورة حسب التنسيق الذي تريد. إن كنت تريد وضعها هنا أو وضع 5 أغلفة للكتب في أي جزء من الصورة. بعد الانتهاء كما تشاهدون إخواني من وضع الإيميل ووضع الغلاف، الآن سنتوجه مباشرة إلى تحميلها بالضغط على هذه العلامة.
نقوم بالضغط على داون، ثم نختار في الأسفل، هنا في الأسفل تحميل مجاني، نقوم بتحميل. بعد التحميل مباشرة يبقى الجزء الأساسي، وهو سنقوم بوضع أبوست في فيسبوك. فقط تقوم بالبحث عن جروبات فيسبوك خاصة بإنقاص الوزن ونقوم بالانضمام إليها. كما تشاهدون آلاف الجروبات، قم بفتح أحد الجروبات وسأقوم بالاشتغال عليه. أول شيء إخواني في البوست نقوم بكتابة المنشور، مثلا نأخذ تراديكسيو التي قمنا بكتابها في بداية الفيديو. ثم إخواني عند أخذ المنشور نقوم بإضافة الإيميل هنا إن أردت. هنا سنقوم بإضافة الإيميل لكي تكون نقر كبيرة أو مراسلة كبيرة، وهنا نضيف الصورة الخاصة بالمنشور الذي قمنا بوضعه في كانفا. والآن كما تشاهدون هذا هو المنشور، نضغط على بوست. هنا فقط سأقوم بنسخ الإيميل الخاص بي هنا وأقوم بوضعه في البوست. قم بإلصاقه. الآن نضغط فقط على بيبلش، كل شيء جيد، ننتظر قليلا. هذا هو البوست الخاص بنا، كل شخص إخواني يضغط على الإيميل أو يرسلنا مباشرة ستأتينا رسائل أو يقوم الإيميل الخاص بنا بمراسلة وإرسال روابط الخاصة بنا. هنا إخواني تبقى شيء فقط، سنقوم بتجربتها بالإيميل الخاص بنا كما تشاهدون بالإيميل الأساسي. الآن كما تشاهدون سأرسل رسالة للإيميل الخاص بي وننتظر إن كان سيرد بالإيميل أو أي شيء. فقط ستأخذ وقت فقط. هنا سأقوم فقط بكتابة بعض الكلمات I need this free ebook. أضغط على إرسال وأنتظر إلى أن تعود الرسالة. كما تشاهدون إخواني وصلت الرسالة بعد دقيقتين أو ثلاثة. سندخل الرسالة لكي تشاهدون إخواني، شاهد الكتب وكل شيء. هنا فقط أدخل، أستطيع التحميل عند الضغط هنا، تستطيع اختصار الروابط والشخص يأخذ الكتاب يستفيد وأنت تربح بعض الأموال وبالتالي تحقق بدون تعب أرباح خيالية. في الأخير إخواني هذا هو مختصر الدرس. كما تشاهدون أول شيء نقوم بتحميل الكتاب ورفعه في أحد مواقع رفع الملفات، أيضا بعدها نختصر الرابط في أحد المواقع. ثم إخواني نقوم بفتح خاصية الجيميل ونفعل خاصية أوتوماتيكية، ثم إنشاء منشور احترافي. في الأخير أرجو الاشتراك في القناة الخاص بنا وأيضا دعمنا وإيصال هذا الفيديو إلى 500 لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.